يوم جميل على عيونكم. أنا دكتورة غادة الحسيني، أخصائي الأطفال مستشفى الإمارات جراحة اليوم الواحد في أبو ظبي. النهاردة أنا اخترت أكلمكم على حاجة أنا متصورة أنها تبقى مكان اهتمام لكل الأباء والأمهات. ولادنا راجعين المدارس، والسنة دي ليها خصوصية علشان راجعين المدارس بعد اللوك داون بتاع كوفيد، الحمد لله رب العالمين. ليها خصوصية لأنها بتحمل كل الفرحة والقلق والخوف وكل المشاعر المختلطة اللي ممكن تكون عند ولادنا ويمكن كمان عندنا إحنا كمان. قبل ما يروح الولاد وحوالين وقت الولاد ما رايحين المدارس، إحنا محتاجين نطمن على حاجات كتير في الولاد علشان أبقى بحاول أرمي أساس لعام دراسي ناجح ليهم. فمحتاجة أطمن على تغذيتهم. احنا طالعين من موسم اجازات كان في اكل كاندي كتير ومياه غازيه كتير وعصاير كتير يمكن ملهاش لازمه، وطبعا فاست فود على قد ما قلنا. فاحنا محتاجين نطمن ان ولادي مش بس وزنهم مناسب لعمرهم، لان محتاجه اطمن على كل المواد الغذائيه الكافيه اللي هي تسمح لهم بتحقيق دراسي مظبوط. بتكلم على الحديد، على الفيتامينات، على المعادن، على حتى الحاجات الماكرونيوترينتس الأساسية. دي أول حاجة. تاني حاجة أنا محتاجة أطمن على تطورهم العضلي العصبي كمان. التطور العصبي أكيد اتأثر في فترة اللوك داون، فإحنا محتاجين نطمن إن هما فين، وهقبل من ولادي إن يكون في تأخر ولو بسيط أو كبير. لازم أعرف أنا فين. ابني اللي عنده 6 سنين هو تطوره زي 6 سنين ولا زي 5 ولا زي 4؟ مفيش مشاكل، متوقع، بس لازم أعرف مستواه فين عشان أبتدي أبني من المستوى ده وأحفز لما أوصل لمستوى المناسب لعمره. تالت حاجة أنا محتاجة أعرف لو هو محتاجين أدوية. أدوية لو كان في نقص في أي مكونات الغذاء، ممكن ندي حديد، ممكن ندي مجموعة فيتامينات، فيتامين د، حسب اللي ناقص عندهم. محتاجة أديهم التطعيمات. ناس كتير قوي فات عليهم التطعيمات الأساسية الروتين، ناس كتير قوي عندهم التطعيمات الأساسية حل معادها. وأهم حاجة في قصة التطعيمات السنة دي هي التطعيمات الموسمية، أهمها هو تطعيم الإنفلونزا الموسمية. ده بيوصى بيه كل سنة، والسنة دي ليه خصوصية خاصة وعالية جدا لينا كلنا وخصوصا أولادنا في المدارس. آخر حاجة الأدوية. مهم أعرف إن موسم المدارس بيؤهل الولاد إن هيبقى تلت يومه أو ممكن أكتر من كده موجود في مكان مغلق. مكان مغلق في الأطفال يساوي ارتفاع في نسب العدوى، وطبعاً ده يستدعي علاج، مش بالضرورة يكون علاج مضاد حيوي، بس لازم علاج للعدوى علشان ما تتفاقمش أو ندخل في مضاعفات. العلاج التاني المهم قوي قوي ولادنا اللي عندهم حساسية، لأن المدارس بندخل المدارس وإحنا في موسم الخريف اللي هو بطبيعة الحال بيحمل كل زيادة الحساسيات. بنقول حساسية الأنف، حساسية الصدر، وحتى حساسية الجلد. فده يستدعي ان احنا نبتدي علاجات الحساسية قبل الموسم ده. لو ابتدينا علاج الحساسية اسبوعين قبل الاختلاط، ده بيؤهل الولاد، او حتى قبل الموسم اللي انا متوقع اولادي بيجي لهم الحساسية فيه كل سنة، ده بيحسن فرص الولاد ان ما يجي لهمش الاتاكس العالية قوي من حساسية الانف او الصدر. بيقلل حدتها لو جت، بيدينا فرصة احسن إن ولادنا ما يتعرضوش الحاجات السيئة، المضاعفات السيئة اللي تخليهم يدخلوا المستشفيات بعد الشر. أنا بحاولت أساعدكم وأساعد نفسي مع ولادنا اللي رايحين المدارس علشان الولاد يقدروا يركزوا، ينجحوا، يحققوا، ويبقوا أصحاء وسعداء. يومكم جميل، وأتمنى أكون ساعدتكم.